أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. يوم هذا وقت وظرف لقوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. متى يكون للمتقين عند ربهم جنات النعيم؟ في هذا اليوم، يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، وهو يوم القيامة. عبر عنه بذلك لشدة هوله وما يحدث فيه من الفزع وما يكون فيه من الكروبات الشدائد. تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وحمي وطيسها. كشفت الحرب عن ساقها، وذلك لأن من عادة الإنسان أنه إذا وقع في أمر خطير يريد التخلص منه فإنه يشمر عن ساقه، يشمر عن ساقه. فهذا اليوم يحصل فيه هول شديد تنكشف فيه أمور عظيمة، يشتد الأمر بالناس. هذا من معنى قوله: يوم يكشف عن ساق، أي يوم يشتد الأمر ويعظم الهول. وكذلك في هذا اليوم يكشف الله جل وعلا عن ساقه، كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره
حديث صحيح من طرق لا شك فيه، إن الله جل وعلا يأتي في هذا اليوم يكشف عن ساقه جل وعلا، فعند ذلك يخر المؤمنون الذين كانوا يعبدونه في الدنيا ويسجدون له يخرون سجدا تعظيما لربهم سبحانه إذا كشف عن ساقه. ويريد المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان في الدنيا خداعا ومكرا ويصلون تظاهرا لا إيمانا، يريدون أن يسجدوا مع المؤمنين فتتصلب ظهورهم كصياص البقر فلا يستطيعون السجود. عقوبة لهم وخزيا لهم في هذا الموقف تتصلب ظهورهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وكذلك الكفار الذين كانوا في الدنيا إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أيضا تتصلب ظهورهم، وإنما يسجد لله جل وعلا المؤمنون الصادقون في إيمانهم المحافظون على الصلوات في الدنيا والمحافظون على الجماعة على صلاة الجماعة أيضا، فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة ولا يصليها في المسجد أيضا تصيبه هذه العقوبة يوم القيامة. خاشعة أبصارهم أي ذليلة، تكون أبصارهم ذليلة من الخوف والفزع. ترهقهم أي تغشاهم ذلة في هذا الموقف، ذلة ومهانة، بخلاف المؤمنين فإنهم يفرحون بهذا اليوم ويكونون أقوياء عزيزين. ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون، كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يصلون أصلا، أو أيضا لا يصلون لكنهم لا يصلون مع الجماعة، تخلفون عن صلاة الجماعة، هذا من صفات المنافقين. وذلك لقوله وقد كانوا يدعون أي يسمعون النداء، حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يجيبون الداعي وهم سالمون، ليس فيهم آفة تمنعهم من السجود، فابتلاهم الله في هذا اليوم بالخزي والعار وحرمهم من السجود إذا كشف سبحانه عن ساقه، حرمهم من السجود عقوبة لهم. فهذا شامل للمنافق وشامل لتارك صلاة الجماعة من غير عذر، وشامل للكافر الذي أبى أن يصلي إذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
قال تعالى فذرني، ذرني هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا يهمك أمرهم وعنادهم وكفرهم، لا يهمك هذا لأنك بلغتهم الرسالة، فاترك شأنهم لي وكلهم إلي فأنا أتولى جزاءهم، أنا أتولى جزاءهم. ما على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا البلاغ. ذرني، ومن يكذب بهذا الحديث أي القرآن؟ كل أمرهم إلي أتولى جزاءهم. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي بهذا القرآن الذي تتلوه عليهم ويسمعونه ولا يؤمنون به ولا يتأثرون به، اترك جزاءهم لي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدرجهم الله بالنعم، استدرجهم بالنعم حتى يزيد طغيانهم وكفرهم ويظنون أنهم حصلوا على هذا بسبب معارضتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم ينلهم ضرر بل جاءتهم نعمة ورخاء، فيغتروا بذلك ويعجبوا بحالهم، ثم يأخذهم الله على غرة. هذا هو الاستدراج والعياذ بالله. ولو أنه عاجلهم بالعقوبة لكان هذا أخف عليهم، لكنه جل وعلا يستدرجهم بالنعم، فهذا فيه الخوف من بسط النعم إذا كان الناس على مخالفات ومعصية، أن هذا استدراج. إذا بسطت النعم على الناس وهم على حال سيئة وكفر ومعاصي ومخالفات، وبسطت عليهم النعم فهذا استدراج لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أنه استدراج بل يظنونه كرامة لهم. قال تعالى، قال سبحانه وتعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سبحانه وتعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فتح الله عليهم أبواب كل شيء مما يغريهم ويلهيهم وينسيهم ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا من الله استدراج. ويخشى على من بسطت عليه النعم وهو على حال المعصية أن يكون مستدرجا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة،
التي فيها الاستدراج بالنعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أن الله يستدرجهم، بل يظنونه يكرمهم ويغترون بما هم عليه، لأنه هو السبب في حصول هذه النعم والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه إذا عصى الله يعجل الله له العقوبة لأجل أن يمحصه ومن أجل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإن الله يملي له ويستدرجه حتى يزيد في الكفر والطغيان، فإذا تأمن وفرح بما أعطي أخذه الله بغتة، فإذا هم مبلسون أي آيسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، أملي لهم أي أؤخرهم ولا أعاجلهم بالعقوبة ليزدادوا من الكفر والطغيان حتى يشتد عذابهم وعقوبتهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالإملة هو التأخير، تأخير وعدم المعاجلة بالعقوبة ليشتد كفر الكافر لتأخيره ويكثر كفره لطول عمره وإمهاله. وأملي لهم إن كيدي متين، يقول الله جل وعلا إن كيدي، فالله يكيد بمعنى أنه يوصل العقوبة لمن يستحقها على وجه لا يشعر به، على وجه خفي. هذا الكيد من الله سبحانه، الكيد من الله أن يوصل العقوبة إلى من يستحقها على وجه خفي لا يشعر به. وأما الكيد من المخلوق فهو مذموم، لأنه جور، وهو إيصال الأذى لمن لا يستحقه. الكيد من الإنسان مذموم، لأنه إيصال للأذى لمن لا يستحقه فهو ظلم. وأما الكيد من الله فهو عادل، الكيد من الله فهو عادل منه سبحانه وتعالى. فهذا فرق ما بين الكيد من الله والكيد من المخلوق. إن كيدي متين أي عظيم، لا يحاط به، لا يحاط به. إن كيدي متين. قال الله جل وعلا أم تسألهم أجرا أي طمعا دنيويا على تعليمك إياهم وتبليغك إياهم، هل تسألهم على ذلك طمعا دنيويا حتى يقولوا إنه يريد أخذ أموالنا، يريد الطمع لنفسه؟ تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة والدعوة إلى الله والإنذار وتعليم الناس الخير، هل الذي صدهم عنك أنك تطلب منهم أموالهم؟ فهم من مغرم مثقلون، من مغرم يعني من الغرامات المالية،
تحملهم إياها في مقابل أنك تعلمهم؟ كلا، النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل لا يسألون أجرا على تبليغهم رسالة ربهم، وإنما يريدون الخير للبشرية، لا يريدون من ذلك نفعا عاجلا لأنفسهم حتى يتهموا، لا يريدون إلا نفع البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور، هذا مقصد الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يريدون طمع الدنيا أبدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه الفتوحات وصارت تأتيه الغنائم والفيء كان يصرفها في الجهاد وفي سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين، ولا يختص منها بشيء لنفسه، بل يعيش عيشة الفقراء عليه الصلاة والسلام، كان يعيش عيشة الفقراء، وربما يصيبه الجوع عليه الصلاة والسلام، وربما يربط على بطنه الحجر من الجوع، مع أنه لو أراد لملك الدنيا كلها. فالرسل ما جاءوا لأجل الدنيا، ما جاءوا لأجل الدنيا، وليست هذه مهمتهم، والدنيا ما تساوي عندهم شيئا أبدا، وإذا جاءهم شيء منها أنفقوه في سبيل الله عز وجل. هذا سبيل الرسل وسبيل خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا بمتهمين لأنهم يريدون الطمع أو يريدون الرئاسة في الأرض، إنما يريدون هداية البشر إلى الخير، كما قال آل فرعون لموسى وهارون: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. اتهموا موسى وهارون أنهم جاءوا يريدون نزع الرئاسة وأن يترأسوا على الناس، هذا اتهام باطل، هذا ما يساوي شيئا عند الرسل أبدا، لا الرئاسة ولا المال ولا الجاه ولا أي شيء، ما يساوي شيء عند الله، عند الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما هذا شأن الدنيئين الجشعين، نزه عنه الرسل وأتباع الرسل، تسألهم أجرا من أجله صاروا مثقلين بدفعه لك حتى كرهوك ونفروا منك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق المال من عنده ويعطي ويتألف الناس، ما كان يأخذ منهم شيئا لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام. أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، حتى ينفروا منك ويتهموك بالطمع والجشع وإرادة المال، حاشا وكلا. أم عندهم الغيب، علم الغيب، فهم يعرفون أن لهم العاقبة الحسنة وأنهم على الحق وأنت على الباطل؟ أبدا، العلم عند الغيب علمه عند الله سبحانه وتعالى. إذن كيف يحكمون لأنفسهم بالرفعة والمكانة والصواب، ويحكمون على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كذاب وأنه ساحر وأنه شاعر وأنه وأنه؟ هل اطلعوا على علم الغيب فعرفوا صوابهم وخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا، من عندهم الغيب فهم يكتبون. كل هذه الأمور منتفية، فليس لهم عذر
عند الله سبحانه، ولم يبقى إلا العناد والتكبر والاستكبار على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى وجه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر على ما يلاقيه منهم، يصبر على ما يلاقيه منهم، لأن الفرج قريب والعاقبة للمتقين. فاصبر لحكم ربك، اصبر على ما يقولون، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا قبل أن يؤمر بالجهاد. هذا يوم كان في مكة مأمور بتبليغ الرسالة فقط والدعوة إلى الله، ولم يؤمر بالجهاد إلا بعد الهجرة. فاصبر لحكم ربك، انتظر، ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام، يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دعا قومه وآذوه ولم يستجيبوا له ولم تنزل عليهم عقوبة، فإنه لم يصبر بل خرج من بينهم وذهب، تركهم ولم يصبر. فلا تكن كصاحب الحوت وهو يونس، وذو النون، ذو النون يعني صاحب الحوت، لأن النون هي الحوت. ولا تكن كصاحب الحوت الذي فر من قومه ولم يصبر على أذاهم، فلما فر ركب في السفينة البحر، فلما ركب في السفينة ثقلت بهم وكادوا يغرقوا، فقالوا معنا مذنب، من هو؟ فقرعوا القرعة، فخرجت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام، خرجت عليه القرعة فألقوه في البحر لتخف السفينة، فالتقمه الحوت. لما ألقوه التقمه الحوت، ابتلاء وامتحان، التقمه الحوت وهو مليم أي مذنب. فلما التقمه الحوت وأصابه الغم في بطن الحوت، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، توسل إلى الله بالتوحيد، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. في الآية الأخرى، فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين في وقت الرخاء للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولكن الله أنجاه بسبب أنه سبقت له الطاعة لله عز وجل، كان من المسبحين فأنجاه الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أنجاه الله سبحانه وتعالى
بصلاته وتسبيحه في حالة الرخاء، إذ نادى وهو مكظوم، نادى ربه، ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت والأمواج من فوقه، وسمع الله صوته من فوق سبع سماوات، سمع نداءه سبحانه وتعالى ودعاءه فاستجاب له، استجاب له. إذ نادى وهو مكظوم أي مغتم، مكظوم يعني مهتم، مغتم مشتد به الأمر، دعا ربه سبحانه وتعالى. إذ نادى وهو مكظوم ثم أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى فقذفه الحوت في العراء، يعني في الأرض الواسعة، وهو سقيم متهري الجلد، متهري الجلد بعد كونه في الحوت، فيه آلام وجروح، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، أنبتنا عليه شجرة من يقطين لئلا يقع عليه الذباب، تحميه من الذباب وتظله حتى يتكامل جلده وتصحو بشرته، رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه، رحمة من الله سبحانه وتعالى وإجابة لدعوته، لنبذ في العراء يعني في الأرض الصحراء بدون ظل وبدون حماية، فعند ذلك يشتد عليه الأمر أشد من يوم كان في بطن الحوت، ولكن الله استدركه برحمته سبحانه وعنايته ولطف به. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وترك، لكن الله لم يتركه لما نبذ بالعراء، بل إنه لطف به ورحمه حتى تعافى، ثم تاب الله عليه مما حصل منه، تاب عليه واجتباه واختاره نبيا ورجع إلى قومه فدعاهم إلى الله فأسلموا، دعاهم إلى الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا نهى نبيه أن يقطع الصبر تحصل له العقوبة كما حصلت لأخيه يونس عليه السلام. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه أي اختاره، اختاره وأعاد له الكرامة والتوبة، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، عادت له كرامته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا قومه أسلموا وآمنوا، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.
ثم قال سبحانه وتعالى حاكيا لحالة المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسمعون القرآن أنهم يحقدون عليه إذا قرأ القرآن ويرمونه بأبصارهم نظرة الغضب والحقد ويتكلمون بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليسقطونك بأبصارهم من شدة غضبهم عليك وقيل ليزلقونك بأبصارهم ليصيبونك بالعين والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحسد فيصيبونك بأعينهم إذا سمعوك تتلو هذا القرآن العظيم الذي أعجزهم وأفحمهم ببلاغته وقوته وجزالته أفحمهم فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أي القرآن فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن العظيم فالله أنكر عليهم وفضحهم في هذا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك أي ليصيبونك أو ليسقطونك من الحقد من الحقد عليك ويرمونك بأبصارهم ينظرون إليك نظرة الغضب لما سمعوا الذكر السبب أنهم لما سمعوا القرآن حصل منهم هذا الموقف البخلي لكن يقولون إنه لمجنون هذا كلام مجانين القرآن يصيرون بأن كلام مجنون شوف كيف بلغ بهم الاستكبار وصفوا كلام الله جل وعلا بأنه كلام مجنون نسأل الله العافية ولا تظنوا أن هذا انتهى مع الكفار الأولين هذا مستمر مع الكفار إلى يوم القيامة ينظرون إلى القرآن هذه النظرة المخزية ويحتقرون القرآن يحتقرون الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا فهذا موقفهم دائما وابدا مع القرآن ومع النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنكم ببعيد ما حصل في العام الماضي أو الذي قبله من السخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم ورسمه بصورة بشعة وأنه مخرب وأنه قتال للناس وأنه إلى آخره هذا موقفهم من الرسول والقرآن دائما وأبدا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم لمجنون لا تؤاخذه لأنه مجنون والمجنون لا يؤاخذ وهذا كما في أول السورة
ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا ما ذكره الله في أول السورة، ذكره في ختامها أنهم ما زالوا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف من أجل أن يهونوا من شأنه ويصدوا عنه وينفروا عنه. ولكن هل يضرون الرسول؟ هل يضرون القرآن؟ أبدا. إنما يضرون أنفسهم ويحرمون أنفسهم، وقد يضرون من اغتر بهم وصدقهم وافتتن بهم، يضرونه. إنما المؤمنون الصادقون لا يضرهم هذا، ولا بل يزيدهم هذا إيمانا بالرسول وتصديقا له. وإذا قرأ المسلم القرآن وشاف مواقف المشركين والكفار من هذه الدعوة من أول مهدها إلى الآن، اطمأن على أن هذا الكيد لا يؤثر في الحق شيئا، وإنما يرجع وباله عليهم، فلله الحمد والمنة. وبهذا انتهى تفسير هذه السورة العظيمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من قول الله تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والسنة والدعوة إلى الله إذا كان الداعية فقيرا أو متفرغا لذلك؟ إذا كان ما يدعو ولا يعلم القرآن إلا بالأجرة، التعليم شيء آخر، لكن إذا كان لا يدعو إلى الله إلا بالأجرة فهذا لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه ويريد المال، هذا لا يجوز أنه يأخذ أجرة من الناس. أما أن ولي الأمر يعطيه شيء من الراتب ليستعين به ويتفرغ للدعوة إلى الله، هذا ليس أجرة، هذا رزق من بيت المال، وبيت المال إنما جعل لأجل المشاريع الخيرية من التعليم ومن القضاء والإفتاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه مشاريع بيت المال، من مشاريع بيت المال، فلا إثم عليه في ذلك. الرزق من بيت المال ليس أجرة، وإنما هو إعانة للقيام بهذه المهام العظيمة. ففي فرق بين الأجرة وبين الإعانة من بيت المال. نعم. أما أخذ الأجرة على التعليم لا بأس، على تعليم القرآن لا بأس، تؤخذ الأجرة عليه، وعلى الرقية في مانع، لكن على الدعوة إلى الله لا، ما يجوز هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وقد أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات، فما المراد بهذا الحديث؟ المراد واضح، المراد واضح، أنك لا تفاضل بين الأنبياء، أنك قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء. فإذا ذكر يونس أو غيره من باب التنقص له هذا لا يجوز، أما إذا ذكر تفاضل الأنبياء من باب التحدث بنعمة الله فلا بأس، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فإذا ذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله فلا بأس، أما إذا ذكر من باب التفاخر والتفاضل وتنقص المفضول فهذا لا يجوز. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى، إذا كان هذا من باب التنقص ليونس عليه السلام. نعم. وإلا فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق،
يقول الساق من أي الصفات؟ صفات الذات، الساق من صفات الذات، صفات الله الذاتية. نعم، مثل الوجه، مثل اليد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول: هل المراد بفوت الصلاة أي صلاة الجماعة، أم المراد فوات وقت الصلاة وخروج وقتها؟ من فوت الصلاة، فوتها وتعمد إخراجها عن الوقت، حبط عمله. هذا يدل على أن من ترك صلاة واحدة متعمدا أنه يكفر ويرتد، فعليه التوبة من جديد. فالمراد من فاتته صلاة العصر أي فوت وقتها متعمدا. أما لو نام، لو نام أو نسي فلا حرج عليه، يقضيها. ولا من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن من تعمد إخراجها عن وقتها فهو يكفر بهذا، عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو آخر وقت لإدراك تكبيرة الإحرام؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هو آخر وقت لإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة السرية والجهرية؟ إذا حضرتها مع الإمام أدركتها، وأما إذا كبر الإمام وأنت ما حضرت فاتتك تكبيرة الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول هل في ذلك إثبات صفة الظل لله تعالى؟ وما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ فيه إثبات الظل لله سبحانه وتعالى. نعم. فيه إثبات أيضا ظل العرش، العرش له ظل، الصدقة لها ظل يوم القيامة تظلل صاحبها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لم أدفع زكاة الفطر في رمضان لأنه لا يوجد معي مال. يقول أحسن الله إليكم: لم أدفع زكاة الفطر في رمضان لأنه لا يوجد معي مال، ولي راتب ولكني أصرفه في 5 أيام، فهل علي شيء؟ إذا كنت لم تخرجها لأنك عاجز فليس عليك شيء، أما إذا كنت قادر على إخراجها لكنك لم تخرجها من باب التكاسل أو النسيان أو فإنك تقضيها، لازم من قضائها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذهبت إلى المسجد الحرام بمكة ووجدت أناسا يدعون الأولياء والصالحين من دون الله ويقولون نستشفع بهم، فما الواجب علي تجاههم؟ تعلمهم، الواجب أن تعلمهم أن هذا لا يجوز، ودعاء الأولياء والصالحين شرك، ما هو باستشفاع، هذا شرك، شرك بالله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فدعوة غير الله شرك، وليس هو من باب الاستشفاع، وإنما هو الشرك الصريح. فأنت تعلمهم وتخبرهم بأن فعلهم هذا شرك وليس هو استشفاعا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستدل بقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، على كفر تارك الصلاة؟ على إيش؟ على كفر تارك الصلاة. استدل به على عقوبته يوم القيامة، استدل به على عقوبته يوم القيامة، فعليه أن يتوب إلى الله إذا كان يتهاون بصلاة الجماعة، يتوب إلى الله ويحافظ على صلاة الجماعة لئلا تدركه هذه العقوبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان مقصرا في الطاعة ولم يسارع إلى فعل الخيرات وقد آتاه الله تعالى من النعم، فهل يعتبر هذا استدراج لهذا الشخص؟ نوع من الاستدراج. نعم، يعتبر هذا نوعا من الاستدراج، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل الصدقات التي يقدمها المسلم في الدنيا قبل وفاته؟ الصدقة على المحتاجين على المحتاجين والفقراء والمساكين، هذا أفضل الصدقة على المحتاج من الناس من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين الآيات والأحاديث التي تذكر بأن المؤمنين يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر، وبين الآيات والأحاديث الأخرى التي تذكر أن الناس جميعا في ذلك اليوم يصيبهم من الخوف والفزع حتى الأنبياء عليهم السلام؟ يزول حزن يزول، ولكن الكفار حزن يدوم ولا يزول، أما المؤمن يصيبه الفزع لكن يزول هذا ويأتيه الفرح والسرور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ستر اليدين في الصلاة واجب، فهل ستر الوجه كذلك واجب بالنسبة للنساء؟ بالنسبة للنساء نعم، واجب ستر الوجه عن الرجال، ستر الوجه عن الرجال واجب في الصلاة وفي غيرها، ما هو من خصائص الصلاة، بل يجب عليها ستر وجهها عن الرجال في الصلاة وفي غيرها، ولا تكشفه إلا إذا لم يكن عندها أو ليست بحضرة رجال غير محارم. وكذلك ستر الكفين، وإن كان فيه خلاف ستر الكفين في الصلاة فيه خلاف، لكن الصحيح أنه يجب أيضا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفيت امرأة ولها أبناء وبنات وليس لها زوج ولها إخوان وأخوات يطالبون بحقهم من الإرث، فهل لهم حق فيه؟ راجعون المحكمة الشرعية، راجعون القاضي، والقاضي ينظر في مسألتهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن مجموعة تتأخر عن صلاة الجماعة في بعض الأوقات عند الذهاب إلى الدروس العلمية بسبب زحام الطريق. نحن، يقول أحسن الله إليكم، نحن مجموعة تتأخر عن صلاة الجماعة في بعض الأوقات عند الذهاب إلى الدروس العلمية بسبب زحام الطريق، فهل علينا إثم؟ إذا عرض لكم زحام أخركم عن صلاة الجماعة فأنتم معذورون، إذا وصلتم تصلون الجماعة ثم تستمعون للدرس، وأنتم معذورون في هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في دعاء النوازل والقنوت في أثناء الصلاة؟ نعم، ترفع اليدين في القنوت في النوازل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صفة التردد ثابتة لله تعالى؟ التردد ما هو على ظاهره، تردد العبد مثل تردد العبد، إنما ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، فسره بقوله: يكره الموت وأكره مساءته، فمعنى التردد من الله هنا كراهة ما يكرهه عبده المؤمن. نعم. فآخر الحديث يفسر أوله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المرأة الحامل إذا تعبت أحيانا هل يجوز لها أن تصلي الفريضة وهي جالسة أو على كرسي؟ نعم، إذا احتاجت إلى الصلاة جالسة أو على الكرسي بسبب الحمل هي معذورة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تسمية المولود هل هي من حق الزوج أو من حق الزوجة أو من كليهما؟ تسمية المولود من حق الأب، من حق أبيه، هو الذي يسميه، اختار له الاسم ويعق عنه، يذبح عنه العقيقة، هذا من حقوق الولد على والده على أبيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وضع نغمة الجوال
على صوت أذان أو صوت إقامة أو قراءة أو دعاء، حيث إن البعض يقول إنها أهون من نغمة الموسيقى. يعني ولهنا غير الموسيقى ولا القرآن أو الذكر، هنا والحمد لله هنا منبهات غير الموسيقى، ولا يوضع الذكر والقرآن لأجل التنبيه فقط، هذا إهانة للقرآن، إهانة للقرآن. وكم شغلوا المصلين بهذه الأصوات التي تنبعث من جوالاتهم أثناء الصلاة، تجد هذا يقنط وهذا يصيح وهذا يقرأ يشوش على الناس، يضع منبه خفت خفيف يشعر به هو ولا يمتد صوته على الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في الحث على الزهد في الحياة الدنيا؟ وفيه أيضا طريق آخر، وهو أن يوضع على الصامت، فإذا سلم يشوف من اللي كلمه، يرتسم الرقم على الجوال ويعرف من الذي كلمه بدون صوت وبدون إزعاج. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في الحث على الزهد في الدنيا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ وهل الزهد يكون في المأكل والمشرب والملبس والمركب أم في جميع المال؟ الزهد هو التواضع وعدم الكبر وعدم الانشغال بالفضولات التي لا يحتاج إليها، لا يشغل وقته بالأشياء الزائدة عن حاجته، بل إنه يجعل طلب الرزق لكن لا يستغرق كل الوقت مع طلب الدنيا، هذا هو الاعتدال وهذا هو الزهد. ليس الزهد أنك تترك الدنيا ولا تستعمل منها شيء ولا تتزوج ولا تطلب الرزق، ولا نعم هذا هو الزهد، هذا منهي عنه، اطلب الرزق وتزوج وأنفق والحمد لله، لكن الانشغال بالمال حتى عن الطاعات وعن صلاة الجماعة وعن هذا هو المنهي عنه. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقرأ الآية وهي قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هل تشرع قراءتها وتكرارها على المصاب بالعين؟ لا بأس، لا بأس بذلك، تقرأ على المصاب بالعين. نعم. وتقرأ عليه سورة الناس: من شر حاسد إذا حسد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ وردت فيها حديث يقوي بعضها بعضا ويدل على سنية قراءتها في هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، من قالها فقد أدى شكر يومه؟ واضح الحديث، واضح، ما في غموض، في استحباب أن يقول هذه الكلمة في الصباح والمساء ليحصل على شكر الله سبحانه وتعالى في يومه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في دعاء القنوت: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، يقول ما المراد بهذا الدعاء؟ ما تعرف الأسماع والأبصار، تعرف بصرك ولا تعرف سمعك، وأما القوات فقيل هي الأسنان التي تأكل بها الطعام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز شراء سيارة لطالب علم من أموال الزكاة؟
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز شراء سيارة لطالب علم من أموال الزكاة علما بأنه يستخدمها فيما يعينه على طلب العلم ويستخدمها أيضا في أموره الخاصة؟ الفقير يعطى ما يحتاج إليه من مسكن وشراء كتب علمية وسيارة يستخدمها لحوائجه، هذه من حاجاته الضرورية لا بس. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. وأيضا يزوج، أيضا يزوج لأن الزواج من حاجاته الضرورية. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما هي أفضل وأصح المختصرات لتفسير ابن كثير؟ تفسير ابن كثير ما يحتاج إلى مختصرات، هو مختصر واضح، لا هم تبلوه بهالاختصارات ولا أحسنوا فيها أيضا، لو ترك فهو مختصر واضح ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، تقول السائلة: امرأة تريد أن تعمل في محل لتأجير المسجلات. تقول أحسن الله إليكم: امرأة تريد أن تعمل في محل لتأجير المسجلات والأشرطة وما يحتاجه أصحاب حفلات الزواج، فهل يجوز لها العمل في هذا المحل وهو يبيع الأناشيد والأغاني؟ لا، لا ما يجوز لها هذا. الأغاني، الأناشيد من الأغاني، قسم من الأغاني، فلا يجوز لها. والأشرطة أيضا يدخلها ما يدخلها من المحلورات، فتتجنب هذا العمل، تطلب الرزق في غير هذا. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما صحة قول القائل نظم القرآن، وهل يسمى القرآن نظما؟ ما هو بنظم بمعنى شعر، نظم القرآن تأليف كلماته وآياته، مراد به التأليف، ما هو بنظم نظم الشعر. لا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا قمت من نوم ليل ناقض للوضوء ولم أغسل يداي ثلاثا وتوضأت وصليت، ثم أثناء الصلاة تذكرت ذلك، فماذا أفعل؟ غسل اليدين من أجل قيام الليل هذا واجب عند الجمهور، هذا واجب، لكن إذا نسيت وأنت غسلت يديك من كلها ولم يبقى منها شيء في الوضوء، إنما نسيت أن تغسلها في البداية الثلاث اللي هي خارج الوضوء، خارج الوضوء، هذا فات محله، صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا حضرت الجنازة إلى المقبرة بعد الصلاة عليها في المسجد وهناك جماعة في المقبرة لم يصلوا عليها في المسجد، فأيهما أفضل لهم، يصلون عليها قبل الدفن أم بعد الدفن؟ لا، قبل الدفن، إذا أمكن يصلون عليها قبل الدفن هو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل:
أذن المؤذن في رمضان لصلاة المغرب قبل الوقت بعشر دقائق ثم تنبه لذلك وتوقف عن إكمال الأذان وأفطر بعض الناس. ثم يقول أحسن لكم ثم تنبه لذلك وتوقف عن إكمال الأذان. نعم. وأفطر بعض الناس، فما الواجب على المؤذن وما الواجب على من أفطر؟ المؤذن أدى ما عليه توقف، وأما من أفطر فعليه القضاء لأنه أفطر قبل غروب الشمس، عليه أنه يقضي هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصاب الإنسان بالعين في أمور الدنيا كمن في أمور الدين كمن كان معروفا بالمحافظة على صيام النوافل؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يصاب الإنسان بالعين في أمور الدنيا كمن كان معروفا بالمحافظة على صيام النوافل أو بقيام الليل؟ هذا من الوساوس، يتركه الإنسان، يتركه، لهم حاسدين على قيام الليل لأن هذا يتعبهم ولا يبونه، ولا يغبطونه على هذا، لكن هذا وسواس يتركه ويستمر على العمل الصالح وقيام الليل وما اعتاده من الخير ولا يخشى من الناس أنهم يصيبونه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس اليوم إن الذي يصيبنا من قلة نزول الأمطار والعقوبات التي تحصل لنا إن هذا ليس بسبب الذنوب والمعاصي، بدليل أن الكفار أكثر منا ذنوبا ومعاصي، ومع هذا فهم يعيشون في رغد من العيش. هذا يدل على جهله وعلى أنه لا يعرف القرآن، لو ولا يتدبر القرآن ذكر أنهم يستدرجون بالنعم وأن المؤمنين يمحصون بالمصائب يمحصون وتكفر عنهم سيئاتهم، هذا ما يفهم ولا أنه ملحد والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد كان فيه مظاهر شركية؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل تجوز الصلاة في مسجد كان فيه مظاهر شركية قبل سنوات علما أنه ليس فيه قبر؟ إذا زالت منه المظاهر الشركية الحمد لله، زال المحذور يصلى فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، فهل يعتبر الفيل ووحيد القرن داخل في ذلك؟ حيث إن بعضهم يقول يجوز أكل الفيل لأنه ليس بسبع، فقد اختل قيد من أسباب التحريم. إذا كان يفترس بنابه فهو سبع، إذا كان لا يفترس بنابه فإنه ليس بسبع، لكن إذا كان من الخبائث فلا يؤكل، من الخبائث، فالفيل يعتبر من الخبائث فلا يؤكل، مثل الحمار ومثل البغل ومثل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أكل النيس وهو كبير القنافذ؟ هذا على الخلاف في القنفذ، هل يؤكل أو لا يؤكل، تركه لا شك أنه أحوط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكرتم أحسن الله إليكم ما يتعلق بكلام الكفار المستمر على الأنبياء وسبهم لهم، فهل يدخل في هذا سبهم لورثة الأنبياء وهم العلماء حيث كثر الكلام فيهم، فما توجيهكم في ذلك؟ نعم، يدخل فيه، لهم نصيب من هذا لأنهم ما سبوهم لأشخاصهم ولا لسبب بينهم أو خطأ حصل منهم، إنما سبوهم لاتباعهم للأنبياء وأخذهم العلم الشرعي، فينالهم من الذم ما ينالهم من هذا. الله جل وعلا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا من الاستهزاء بآيات الله، لأن العلماء هم حملت القرآن وهم حملت آيات الله
فإذا كان يبغضهم ويسبهم من أجل هذا فإنه يخشى عليه من الردة. أما إذا كان بينه وبينهم عداوة ولا أنهم أصابوها وأخطأوا عليها شيء دنيوي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة نذرت لله تعالى إن رزقها الله بولد وقد رزقها الله الولد أن تصوم سنة كاملة وأن تسأل المال من سبعة بيوت وأن تطعم 70 بيتا خبزا عليه دبس فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟ تسأل المال إيش؟ تسأل المال من سبعة بيوت. إيش معنى هذا؟ تسأل المال من سبعة بيوت تشحذ يعني سبعة بيوت. عليها أن تكتب سؤالها وترسله للإفتاء وينظرون فيه إن شاء الله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الأئمة يلقي في اليوم 17 من رمضان كلمة عن غزوة بدر العظمى أو يخطب خطبة جمعة عنها، فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا من باب التذكير للناس وشكر نعمة الله عز وجل. أما إذا كان هذا يعتقده من باب الاحتفال وأن هذا سنة، إذا كان يعتقد أن هذا سنة وأنه من باب الاحتفال هذا لا يجوز احتفال بهذه المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول واجعلها الوارثة منا في دعاء القنوت؟ باقية، يعني اجعلها باقية إلى الموت. اجعلها الوارثة منا أي أبقها لنا إلى الموت. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ثبت من صفات الله تعالى أن الله تعالى يمشي؟ الذي ثبت في القرآن يأتي ويجيء سبحانه وتعالى، أما المشي ما أعرف شيء من هذا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يأتي كيف يشاء ويجي يوم القيامة كيف يشاء، ولا نفسره بأنه يمشي أو أنه. نعم، الله أعلم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أقام المؤذن للصلاة وأنا في الركعة الثانية فهل أقطع الصلاة؟ أحسن أنك تخففها تكملها أحسن، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، ما دام أنك في آخرها خففها وأكملها. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من رضع من امرأة فهل يجوز لأخيه أن يتزوج ابنتها؟ يقول أحسن الله إليكم: من رضع من امرأة رضع، نعم أحسن الله، فهل يجوز لأخيه أن يتزوج ابنتها؟ أي نعم، ما بينه وبينها رضاعة وليس من أولادها من الرضاعة، وهي أجنبية منه أفهمان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن أسافر بعمتي ومعها ابنتها البالغة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز أن أسافر بعمتي ومعها ابنتها البالغة؟ لا، لا يجوز، لأن البالغة تحتاج إلى محرم وأنت لست محرما لها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس اليوم إن كثيرا من الصحابة جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا شهداء، وبعضهم لم يصلي ولم يصم ولم يطلب العلم، فما حكم الجهاد في مثل هذا الزمان؟ بعضهم إيش؟ بعض الصحابة يعني؟ نعم، يقصد الصحابة. يقصد الصحابة صلى الله عليه وسلم. وش أدراك؟ من هو اللي ما صلى ولا صام ولا طلب العلم من الصحابة؟ ولا كلام يعني رجما بالغيب؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ورد في قول الله تعالى عن نبيه يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وفي الآية الأخرى قال تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون،
يقول كيف نجمع بين الآيتين؟ هي الآية يا أخي كررها، جب الكلام من أوله. يقول أحسن عليكم، يقول الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. ويقول تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لنبذ بالعراء وهو مذموم، وأخطأ في لفظ الآية الثانية وحط بينهم تعارض بسبب تركيبه هو، ولا بس من تعارض.